الكار وسيلة نقل تقليدية بارز نشاطها لنقل الفارين من الاشتباكات السودانية من منطقة جودة الشمالي إلى داخل الحدود الجنوب السودانية عبر معبر جودة الجنوبي، وهي وسيلة بديلة للسيارات التي توقفت حركتها نسبة لشح الوقود. نشتغل بالكوارث دي بس يعني بنجيب الراكب من هنا يعني كل 10 دقيقة 5 دقيقة، في حالة مواصلات ما عندنا هنا، مرات يقود ما عندنا، والله بالليل بالنهار نحن بنشيل بنجيب، يعني ادانا ما ادانا كله في النهاية بس نحن نساعده. شعور غريب هكذا قالت روس ويليام التي استقلت الكار لأول مرة كوسيلة نقل محلية، قائلة إن ظروف الحرب قد تجبرك على استخدام أي وسيلة لتصل بسلام إلى وجهتك، مشيرة إلى أن للحرب ظروفها وللضرورة أحكام. شعور غريب جدا جدا، زي ما ركبت الكار ده حاسة بنفسي غريبة، قلت الناس يمكن يضحكوا فيني، ده أصلا ده ظروف الدنيا كده خلانا مجبورين نركب الكار ده ويحول حروبات ده وكده. النساء والأطفال هم أكثر الفئات التي تستخدم هذه الوسيلة، وهي وسيلة بطيئة لكنها سهلة الحركة، إذ تبلغ قيمة تذكرتها بين الجودتين نحو 2000 جنيه سوداني. مين منشيله يعني حسب الظرف، من هنا عنده ما عنده 1000 دان 2000 ما دان، مين منشيله بنجيبه لو ما الله سهل الأمور، ونحن حابين نساعدهم أكثر. قصص وحكاية ووسائل ستبقى صورة عالقة في أذحان الكثيرين، خاصة الذين فروا من المناطق الساخنة إلى مناطق آمنة. مبيور شيريلو، العربية، معبر جودة الجنوبي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.